ليش ابو المثل يقول حارب حار؟ يقول حارب حار حتى تنحسم القصة ويجري تلافي الأعراض والأوجاع الجانبية، لأنه بس طالت خربت. ويبدو أنه حرارة عملية اختيار بديل محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب هفتت شوية بالأيام الماضية، هفتت من بدينا نسمع عن التأجيل لما بعد انتخابات مجالس المحافظات، خاصة مع كثرة الأسماء المرشحة. لكن اليوم البرلمان صعد الحرارة من جديد وأعلن رسمياً أنه جلسة انتخاب الرئيس راح تكون يوم الأربعاء المقبل. وبهذا الإعلان القصة بكل تحولاتها وصراعاتها وتكسير الرقاب المحتمل اللي يصير بيها ما راح تنتهي بتحديد يوم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، بل أنها بدأت للتو. باختصار شديد جداً، سياسياً وبدعم الكتل شخصيتين فقط يتنافسن على خلافة الحلبوسي، والكل شخصية داعمين. الأول سيكون بالضرورة مدعوم من الكثرة النيابية السنية، وهنا الأغلبية النيابية السنية موجودة بتحالف القيادة اللي يضم تقدم والسيادة ويمتلك 62 نائب، والحد اللحظة ما حسموا مرشحهم الوحيد. أما الشخصية الثانية فهي محمود المشهداني، مرشح عزم المدعوم من دولة القانون بقيادة المالكي. ونعرف كل الزين أنه عدد مقاعد دولة القانون وتأثيرهم مهين، لكن لا نستعجل لأنه الدورة الحالية اللي شهدت الكثير من حملات التمرد على زعماء الكتل السياسية ممكن تسوي مفاجأة وتوصل مطرقة الرئيس إلى النائب سالم العيساوي. وبهاي المعادلة يتطلب من تحالف القيادة عقد صفقة سياسية جديدة لضمان خليفة للبرلمان من بين صفوفهم، صفقة من مستوى تطبيق البنود السنية بالبرنامج الحكومي وصاعداً. وهذا ضرب من الجنون مثل ما يقول أنصار الرئيس السابق، اللي بقى أمامهم حتى ظهر الأربعاء 42 ساعة. وبهذا الوقت أكو مغامرة محتملة لا على البال ولا على الخاطر. مثل ما يختار الشيعة شخصية رئيس الوزراء باعتبارهم المكون الأكبر، يعتقد حزب تقدم أنه بديل الحلبوسي يجب أن يكون من القيادة، لأنه هذا التحالف هو المكون السني الأكبر المعني برئاسة البرلمان. لكن المغامرة الشيعية الإطارية اللي تصوب على المشهداني وراها ما وراها، واحدة من فوائدها فتح الباب لعودة المقالين وأصحاب التجربة إلى أحد الرئاسات الثلاثة. وهذا واحد من التفسيرات المحتملة لتمسك دولة القانون بإعادة المشهداني للواجهة. وهنا مو غلط تنعاد التجربة برئاسة الوزراء. وعلى هذا التعقيد جلسة الأربعاء ممكن تنعقد بس ما تنتهي لرئيس بيده مطرقة، لأنه طالت. وأبو المثل المتلوع ما خاب ولا مرة من قال إذا طالت خربت.